والآن إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم. أبدأ مع الأخبار التي كتبت مقال بعنوان تفاصيل الصفقة الإنسانية برعاية قطر ومصر. علمت الأخبار أن الجهد الأساسي الذي تبذله الولايات المتحدة مع مصر وقطر يتركز على مشروع اتفاق يقضي بإطلاق الأسرى المدنيين كافة بمن فيهم الأمريكيون، وأفساح المجال أمام خروج الأجانب من القطاع مقابل إدخال مساعدات طبية وغذائية إلى غزة. وفي المعلومات أن القطريين الذين أبلغوا حماس بالمقترح الأمريكي عادوا بأسئلة وأجوبة لم تعجب الأمريكيين. وعلمت الأخبار أن مسؤولين من مصر وتركيا وقطر أبلغوا جهات عدة في غزة وبيروت بأن الضغط لتحريك الملف الإنساني قائم بقوة، وأنه سيصار إلى فرض هذه الخطوات على الإسرائيليين. وبحسب ما علمت الأخبار فإن تعمد هذه العواصم إبلاغ حزب الله بالأمر سببه أن الولايات المتحدة طلبت منهم حث الحزب على عدم التورط في الحرب، وأن هذه الرسائل وردت بعدما تلقت دوائر غربية معلومات بأن الحزب يربط تدخله ليس بتوسيع العملية العسكرية ضد القطاع فقط، بل بتعمق الأزمة الإنسانية فيه. من جهة أخرى، قال دبلوماسي عربي للأخبار إن جانبا رئيسيا من جولة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على مصر والسعودية وقطر والأردن تركز على البحث في إمكانية قيام حلف سياسي تقوده الولايات المتحدة تشارك فيه تركيا، وقد فشل في الحصول على موافقة مصر والسعودية، وأن الأردن كما الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضا المقترح وإن كان لكل منهما حساباته الخاصة. الآن إلى أساس ميديا، كتبت ملاك عقيل: غموض الحزب يرعب الحكومة. تجزم معلومات حصول تواصل مباشر بين رئيس الحكومة ومسؤولين في الحزب واطلاع ميقاتي من الرئيس نبيه بري على بعض مناخات الحزب، فيما قرأ قريبون من رئيس الحكومة في عدم ظهور السيد حسن نصر الله حتى الآن بعد 10 أيام من اندلاع المواجهة العسكرية في غزة، نوعا من المحافظة على الاستاتيكو القائم على الحدود في ظل هواجس كبرى ما تزال قائمة لدى جهات سياسية على رأسها ميقاتي من تطورات غير متوقعة من جانب الحزب قد تغير مسار الحرب وتضع لبنان في بوز مدفع المواجهة الكبرى. أتى موقف نائب الحزب حسن فضل الله أمس ضمن هذا السياق، إذ أكد استعدادنا لكل الاحتمالات والخيارات ولن نكشف عن الخطوات اللاحقة لأن ذلك جزء من المعركة. إلى مقال الآن لرضوان عقيل في صحيفة النهار، مسؤول كبير في حزب الله إذا وقعت الحرب وداعا كاريش. فيما ينتظر اللبنانيون والعالم ما ستنتهي إليه المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله، جاءت أخبار وقف أعمال الحفر في البلوك رقم 9 لتنزل كالصاعقة على رؤوس اللبنانيين. وكان واضحا أن الحزب لم يعلق على تلك التسريبات في انتظار الحصول على أجوبة نهائية من الجهات اللبنانية الرسمية المتمثلة بوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول. ولدى سؤال قيادي كبير في الحزب وهو من الدائرة الضيقة وفي موقع اتخاذ القرارات الكبرى على مسار الجبهة والتحضير لاحتمال اتساعها على غرار تموز 2006، جاء رده على كل ما يدور في البلوك 9 وما يرافق أعمال الحفر في هذا التوقيت بجملة واحدة: وداعا كاريش، من دون إضافة حرف واحد. ويفهم من كلامه هذا أنه في حال عدم احتواء بئر قانع التي يجري الحفر فيها على كميات الغاز الموعودة وظهر تلاعب في النتائج، تصبح كل الآبار الإسرائيلية من كاريش وغيرها تحت مرمى استهداف نيران المقاومة من لبنان وغزة. أيضا في الإطار نفسه، كتب أنطوان فرح في الجمهورية: المؤامرة التي حالت فعليا دون استخراج الغاز. هل نحن فعلا أمام مؤامرة تمنع لبنان من استخراج ثرواته من البحر؟ أولا، لا يعني عدم العثور على غاز في المكمن الذي اختارت الشركة المنقبة الحفر فيه أنه لا يوجد غاز في البلوك بالكامل. ثانيا، إن كل المسوحات المتطورة قالت إنه بين كل 4 آبار يتم حفرها يتم
يتم العثور على النفط في واحدة فقط، أما نظريات المؤامرة فإنها مستبعدة، ولو أن إثبات ذلك بأدلة دامغة غير ممكن تماما، كما أن القدرة على إثبات وجود مؤامرة غير ممكن أيضا بأدلة وقرائن. ولكن الناس خصوصا في هذه الأوضاع الاستثنائية يميلون في غالبيتهم إلى تصديق نظرية المؤامرة. الجواب العلمي أن احتمالات العثور على الغاز لا تزال قائمة، وبالنسبة نفسها التي كانت عليها قبل حفر البئرين في البلوكين 4 و9، لكن هل ستوافق الشركات على حفر المزيد من الآبار والمجازفة بخسائر إضافية إذا لم يتم العثور على الغاز؟ سنتوقف مع تفاصيل هذا المقال، ولكن بعد قليل. الآن خبر سريع جدا من نداء الوطن في خفايا. تبين أن شركة الميدل إيست أرسلت طائرتين من أسطولها الجوي إلى مطار اسطنبول كإجراء وقائي، وقد أبلغت الطيارين بأنهم قد يحطون في أي لحظة بطائراتهم في المطار التركي إذا ما تعرض مطار بيروت للقصف. طالبت السفيرة الأمريكية دوروثي شي مواعيد عاجلة من أكثر من شخصية سياسية وغير سياسية خارج السلطة لتكوين صورة من مختلف الزوايا لما يفكر فيه القادة اللبنانيون حيال ما يجري، ولئلا يقتصر مضمون تقريرها إلى رؤسائها على آراء الرسميين اللبنانيين. والآن بالعودة إلى البلوك رقم 9، ويعني المعلومات التي ترددت إن كان بشكل غير رسمي حتى الآن، رغم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في حديثه عبر الجديد قبل يومين أو 3 أيام تحديدا بأنه أبلغ بأنه يبدو لا يوجد في البئر الذي تم حفره من قبل شركة توتال في البلوك رقم 9 أي مخزون للغاز. واليوم كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار مقال حمل عنوان مسؤول كبير في حزب الله إذا وقعت الحرب وداعا كاريش. واليوم كتب أيضا أنطوان فرح في الجمهورية المؤامرة التي حالت فعليا دون استخراج الغاز. ينضم إلينا كاتب المقال الصحافي والكاتب والمحلل الاقتصادي أنطوان فرح، صباح الخير. صباح النور، يا هلا. هل فعلا برأيك هناك مؤامرة حالت دون استخراج الغاز؟ يعني اليوم المنطقة متوترة، هل يمكن اعتبار هذا البئر الاستكشافي هو من ضمن أوراق الضغط التي تلعبها الشركات العالمية بطلب طبعا من الدول الكبرى بالسياسة من باب الضغط على لبنان؟ وفعليا خلينا نقول أولا أنه نحن من دون ما يكون في ظروف تسمح بنظرية المؤامرة، زميلا يعني الناس بشكل عام ميالين الى نظريه المؤامره دائما. يعني اولا يمكن بفضلوا يصدقوا هذا النمط، وشيء اخر انه احيانا لما بيكون في غموض ببعض الامور دائما بنروح على تفسيرها بنظريه المؤامره. انا بالنسبه لي بالحقيقه يعني كتبت المقال لاقول انه من حيث المبدا وقناعتي على الاقل ما في مؤامره. وقناعتي طبعا انا ماني خبير نفطي، هذا لازم كثير وقت، لكن انا كنت على تماس مع خبراء اللي بيفهموا بمواضيع النفط، وكنت على تماس مع اشخاص كانوا هن معنيين بهذه العمليه، بمعنى انه كانوا متواجدين بعمليات الحفر. وبالتالي من المستبعد انه نحن نروح على نظريه المؤامره طالما انه الوقائع تقول، وهذه الوقائع ما فينا يعني نحكي فيها انه ايه او لا، هذه الوقائع تقول انه الإحصاءات بالعالم بالتنقيب عن الغاز والنفط هي احتمالاتها 1 على 4 من الأبار التي تحفر. نحن عم نحكي وقت يحفر البئر بتكون المسوحات كلها تمت، وبالتالي بتكون الاحتمالات بوجود الغاز أو النفط صارت تنعيم فيها الشركات لحتى يحفروا بئر، ورغم ذلك 1 على 4 بيطلع له النفط. خليني أعطي يعني مثل بسيط، أنه مصر جارتنا بال 2022-23 هذه السنة المالية حفرت 10 آبار بحثا عن الغاز تحديدا، بالعشرة لقيت بئر واحد ممكن يستفاد منه وممكن يستغل تجاريا. وبالتالي يعني هذا الامر مشكلتنا بس كانت في لبنان، انه نحن معلقين اهميه اذا بدك واحلام وطموحات كثير على عمليه الحفر. هلا طبيعي يا استاذ انطوان نعلق امان، لانه نحن بوضع اقتصادي سيء جدا، وبالتالي يعني هذا الامر الكل اللبنانيين ناطرينه. طيب يعني بمعنى اخر تقول بانه ما في مؤامره وبانه هذا الامر لا يستغل سياسيا للضغط على لبنان، وبالتالي بحسب معطياتك يمكن معلوماتك قراءتك تحليلك، هل يعقل ان لا يكون في هذا البئر اللي هو قريب جدا من كاريش، هل يعقل ان يكون فارغ فعلا؟ أم يوجد مكمن للغاز ولكن يجب علينا اكتشافه بحفر بئر آخر؟
ايه خليني ارجع اكد انه انا يعني ما عندي معطيات بهذا الموضوع اكيد، بس للخبراء النفط باكدوا انه ما في شيء اكيد بهذا الموضوع. يعني احتمالات وجود الغاز التي كانت قائمه قبل حفر البئرين بالاربعه والتسعه بعدها هي ذاتها، يعني ما تغير فيها شيء. نتائج المزوحات، نتائج كل الاعمال البحث والتحاليل اللي اقامت بها الشركات قبل ما تيجي تقدم عروض وتفوت على المناقصات او المزايدات لحتى تاخذ الالتزامات، كل هذه الامور كانت بتدل انه في غاز في نفط. ورغم ذلك برجع بكرر انه دائما بهذه الامور النتائج بتكون، وعم نحكي عن معدل عام 1 على 4، يعني ممكن تحفر انت 10 ابار وما يطلع في بلابير، بس المعدل العام عم نحكي هو 1 على 4. وبالتالي احتمالات وجود الغاز بلبنان بعد قائمة، وحضرتك قلت انه قريب من كريش وغيره، وبعتقد انه هيدي المعطيات الاضافيه خلت حتى المسؤولين بشركه توتال مثل ما عرفت انا، ولو ما بيقولوا هالشيء ما بيصرحوا، كانوا متاملين ومتفائلين اكثر من العاده، يعني اكثر ما وقت كانوا يحفروا ابار باماكن اخرى، كانوا معتبرين طالما في هالقد تفاؤل عندهم، هل سيحفرون بئر اخر؟ لانه هو بحسب العقد وبحسب يعني دفتر الشروط يحق لهم حفر بئر واحد، هل ممنوع عليهم بقى انهم يحاولوا ام بنسبنا بانهم لا بعد بالعكس يحاولوا؟ بالعكس لا اكيد مش ممنوع عليهم، بس هلا هن كشركه بيدرسوا مصالحهم الاقتصاديه، يعني اكيد شركه تجاريه بالنتيجه، بيدرسوا اذا بعد في عندهم يعني هن بمصلحتهم الاقتصاديه يرجعوا يجازفوا، واذا بدهم يجازفوا هن بعتقد انه بدها وقت، يعني صار بدها مثل ما فهمت انه يمكن تاخذ اشهر طويله او حدود السنه ليرجعوا يعملوا هاي العمليه، ويرجعوا يعملوا عمليه حفر اخرى ويبلشوا فيها. مشان هيك انا قلت انه اذا في مؤامره بتكون هي مؤامره الدوله للي سمحت بهذا الانهيار بالبلد، وللي بطل يسمح لنا نعمل اي اجراء خارج اطار انه نتكل على الشركه هي تحفر، يعني بطلت الدوله اللبنانيه هي قادره تاخذ على عاتقها إذا اعتبرت أنه احتمالات الغاز بعد قائمة وبدها تحفر بسرعة والوقت عم يدهمها، ما عندها القدرة، وبطلت الدولة موضع ثقة لحتى إذا حبت تعمل مثل النروج أو غيره أنه تعمل صندوق استثماري وتجذب الأموال لتمويل عمليات الحفر، ما لنا موضع ثقة لحتى حدا يحط أموال لحتى تحفر. وبالتالي إذا بدك هذه المؤامرة الحقيقية اللي حطتنا عرضتنا كدولة، بطل عندنا قدرة إلا ننطر شو بتعمل قطار أو قطر إنرجي، للي البعض عم بيراهن أنه يمكن قطر إنرجي في عندها غير المصالح التجارية، ممكن يكون عندها بالسياسة حسابات أخرى، بلكي يعني ممكن هي تاخذ على عاتقها هذه العملية. بغض النظر هلا ما سيكون الإعلان الرسمي، وإذا سيكون هناك محاولة أخرى، وإن كان هذا البلوك يحتوي على نفط في آبار وفي نقاط أخرى أو غاز، ما سيكون وضع الاقتصاد اللبناني في حال أعلن بأنه لا يوجد غاز في لبنان، إذا فكت شركة توتال السفينة اللي من خلالها كانت عم تحفر لتستخدم تكشيف وفلت، ورجعنا إلى واقع بأنه نحن لن نقوم على ثروة نفطية وغازية، ما سيقول الواقع الاقتصادي بهذه الحالة؟ يعني يعلن هذا الخبر ثاني يوم شو بيكون الواقع؟ هناك بالحقيقة نحن يعني واقعنا الاقتصادي تقريبا باقي مثل ما هو، خليني أكد هذا الأمر، يعني لأن نحن هذه الخيبة كنا بنين عليها أحلام، بس ما كانت عم تنعكس بعد على الاقتصاد، كانت تنعكس على الاقتصاد لو طلع الخبر إيجابي. وقبل ما نبلش نستخرج الغاز اكيد كان في عندنا مسار معين ممكن يعطينا شويه ايجابيات بالاقتصاد، لكن بالحقيقه نحن اليوم اذا تم الاعلان، وانا بالنسبه لي تم الاعلان ولو لم يتم رسميا، يعني خلص تبلغ من يجب ان يتبلغ انه بهذه البئر فقط، لحتى نحدد لحتى ما نكون عم نحكي عن بلوك 9، بهذه البئر لا يوجد غاز. وبالتالي انا ما بعتقد انه هذا الاعلان سيؤثر مباشره على الوضع الاقتصادي للي هو بمسار انحداري وسيء، بس بلكي بيعمل حافز للدوله انه تعتبر انه بطل فيها تتكل على الحلم اللي كانت عم تعتبره هنيك بالغاز، وتتجه الى صندوق النقد الدولي والاصلاحات يلي طالبها، يعني هي كانت يعني عم تحاول تهرب يعني من صندوق النقد يعني الدولي. بلكي بيحشر هالوضع الدولي اكثر، السلطه اكثر، من بيده القرار اكثر، لحتى ياخذ اجراءات يظبط فيها الاقتصاد، هذا الشيء ممكن يكون ايجابي بهذا الموضوع. نعم، الكاتب والمحلل الاقتصادي أنطوان فرح، شكرا لك ولانضمامك لنا للحديث عن مقالك اللي نشرته اليوم بصحيفة الجمهورية تحت عنوان المؤامرة التي حالت فعليا دون استخراج الغاز.